باك تو ماي شانل للجداد. اهلا وسهلا فيكم. ما تستعملوا سبسكرايب يوتيوب شانل عشان يوصلكم فيديو كل اسبوع عن الصحه والغذاء. كيف ممكن نقضي على الجوع والكريفينج تبعنا؟ لكثير من الناس بيحكوا لي عم بشتهي على كثير اكل ومرات بشتهي كثير سويتس او بحس حالي مو شبعان. راح اديلكم اليوم على ريسيبي سهل كثير من غير اي طبيخ، بس تنحط بالثلاجه وبالبروسيسر، فيها كذا انجريدينت موجوده ومتوفره، وبنفس الوقت فيها فايبرز كثير، أوميجاز كتير، وفات اللي منيح اللي بقضي على أي شعور للجوع والكريفنس كتير. أول مكون هي مجموعة من البذور، ومنها تشيا سيدز، فلاك سيدز، والأشخاص اللي عندهم هامب سيدز برضو ممكن نحط منهم. تشيا سيدز بنحط معلقة كبيرة، معلقتين كبار من الفلاك سيدز، وهامب سيدز اللي عنده هامب سيدز بحط معلقتين كبار، حطهم هدول على جنب. المكون الثاني اللي هي بودرة الكاكاو، الكاكاو السادة اللي نستعمله إحنا للكيك العادي مش تبع الهوت شوكلت، ومنضيف عليه معلقتين كبار هيزل نوت سبريد اللي هي المسحوق تبع البندق. ممكن اللي ما عنده المسحوق تبع البندق وما يكون مضاف له لا سكر طبعا ولا زيت، بنقدر احنا ناخذ ربع كاسه من الهيزل نوت، احنا نحطها بالبروسيسر، بتحطوا عليها شويه معلقه صغيره كوكونات اويل عشان تكون سبريدبل. هذا المكون الثاني اللي هو عباره عن كاكاو وهيزل نوت. الاسباب ليش انا حكيت هذا انواع البذور، التشيا سيدز فيها سوليبل فايبرز جدا عالي وفيها طبعا اوميجاز كثير منيحه، الفلاك سيدز بالاضافه لوجود الفايبرز الجدا عالي فيها اوميجا 3 و6 و9، الهامب سيد المتوفر عنده طبعا هو the only plant complete protein، فيه بروتين كامل من مصدر نباتي وحيد. البندق فيه نوع من انواع الفايبرز مش موجود بالمكسرات الثانيه، والكاكاو طبعا احنا بنعرف قديش الشوكولاته والكاكاو ان جنرال مفيد كثير، الاشخاص اللي بيعملوا كيتو اتس كيتو فريندلي، وبتزيد من تحسس جسمنا وقابليته انه هو يستخدم الطاقه من الفات اللي اوريدي مخزون باجسامنا. المكون الثالث بدنا نحط شويه سائل، فبنحط اي نوع من انواع الحليب اللي هو معمول من البذور او معمول من انواع المكسرات، ممكن نستخدم حليب جوز الهند او حليب اللوز، بس بدي نص كاسه بس تاكدوا انها ان فليفرد وان سويتند. كيف ممكن نحليها؟ بتجيبوا اي محلي يكون ما له سايد افكتس، وافضل نوع وما له اي سايد افكتس هو الستيفيا، متوفر، وفي اشخاص بيكون عندهم المونك فروت بس بتحطوا معلقتين صغار. طبعا هدول كلياتهم بنحطهم بالبروسيسر، بنحطهم بالخلاط، بنطحنهم كثير منيح بصير زي العجين، وبنعملهم طبات. بس نعملهم طبات بتقدروا يو كان رول ذم على شويه فلاك سيدز او تشيا سيدز او حتى كوكونات باودر عشان يعطيكم شكل حلو، بعدين بتحطوهم بالثلاجه لمده نص ساعه ل 45 دقيقه. نقدر ناخذ كل يوم من طابه لطبتين من هدول، بيكون حجمهم تقريبا 20 25 جرام. هدول بضمن لكم 100% انهم بسدوا شهيتكم، بعطيكم لانه الالياف بنعرف انه معدتنا لما تكون مليانه بالالياف بتبطل اجسامنا تحس انها هي جوعانه، لانه بحسسنا بالشبع لمده كثير اطول، وبساعد انه استخدام جسمنا للطاقه من الفات الاوريدي موجود. جربوا هاي الوصفه وما تنسوا تحكوا لي شو رايكم بالكومنت تبعتكم، وتابعوني بالفيديو الجاي. سلام.